سلام أحبابنا في كل مكان. اليوم جبنا كيفية سهلة وبسيطة، والفكرة فيها هي تقديم الديكور. هنا جبنا لكم بيونداشي محشي على شكل، وهنا عندنا كويس على شكل جمل وروز للديكور. هنا جبنا هذه الزنغريديان، حطينا في مقلاة، حطينا زيت، حطينا فيها بصل وثوم بعد ما ذبلوا، ضفنا لهم شامبينيون والمايس وفلفل الكحل، وبعد ما نحيناهم من النار حطينا لهم الفرماج وحطينا لهم معدنوس. حضرنا البيونداشي بالفلفل الكحل والثوم والبيض والبصل والكزبر. هنا نبداو الطريقة، نجيبو زيت ندهنو به بما يلصقش، نفتحو هذاك البيونداشي ونحطو ليزانغريديان اللي حضرناهم، نقفلو عليه مليح، ندهنو بشوي زيت ونشكلو على شكل صخرة ونحطو في بابي ألمنيوم في المول، نحطو في الفرن نشكل تقريبا برك ماشي لازم نعدلو على شكل صخرة. ونحضر الروز تاعنا بعد ما غليتو، نحط في كاسرون زيت مع شوية ثوم مربي، ونحط له حبات هيل عندك، تخليهم يتقلوا شوي في هذاك الزيت وتضيفي لهم الروز وتسقيه بالماء. ديري تعمري ماء قسم نصف قسم يتشربوا، تحطي له ريشة رند مع فلفل الكحل مع كزبر تخليه يشرب، وتحطي له الخضروات. الخضروات تقليهم كامل، تقليهم في شوي زيت الجلبانة والزرودية، لا عندك ثاني بيضنجال، فلفل حلو، كامل تقليهم، تذبليهم في الزيت وتضيفيهم للروز بعد ما تغليه، تضيفيه لهم وتحطيه في هذاك الماء. انا جبت الكيفية هذه، راهي طابت، حطيتها في البلاط اللي نحوس عليه، وحضرت الديكور، جبت حبات بطاطا وزرودية وغليت شوية هذيك اللوبيا باه تهبط لي تساعدني في الشكل اللي نحوس عليه، ديكوريت بيهم. جبت هنا كوجيت، خدمت على شكل أسرة خاصة بالمصيف، جبت لهم باراسول، كنت راح نخدمها بالقارص ولكن حطيت، كانوا عندي هادو حطيتهم. وجبت هنا السوب، حطيت على شكل بحيرة ولا على شكل النهر، حطيت هذاك الروز اللي قلت لك على الطريقة تاعو، سهلة جدا. أنا اضطريت نبدل الديكور باش نخلي شوي مساحة، وجبت هذاك الكويس ثاني درتو في صوص وحده في الماء برك مغلي مع الثوم وفلفل الكحل. هذيك الصوص اللي تقعد لك ثاني تقدري تضيفيها للروز يغلي فيه بلا ما تحطي الماء اللي قلت لك عليه والهيل والثوم، تقدري تعوضيها بهذا الصوص تاع الدجاج. هنا كملت، جبت هذوك الريسان تاع البصلة، حطيتهم على شكل نباتية بس يليق في الصيف بالمصيف ولا في الصحراء ولا في الطبيعة الصحراوية أو الطبيعة في البحار. هنا كملت الديكور، نزيد نعاود نذكر، قلت لك الصوص اللي ديري بها الدجاج تحطيه يغلي في الماء برك مع صوص ثوم مع شوي زيت مع ريشه رند، وتخليها حتى تخثر خلاص، وتضيفيها للروز ولا تحبي تخدمي الروز وحده، تذبلي الهيل وتذبلي الثوم وتضيفي له الصوص وريشه رند مع الخضروات المقليه المقطعه رقيق وتضيفيهم له. هنا لك الاختيار، هي على العموم بكلتا الحالتين سهله. هنا زدت معاهم الخبز السوري مخدوم في الدار ثاني، وها هي الكيفية أو الديكور واجد. وهنا حبيت هذيك البازيلا، حطيتهم على شكل بون أو جسر بيكون الديكور كامل ومعبر. وشكرا، وشهية طيبة، وتابعونا في طبخة وفكرة أخرى، وما تنساوش زر السبسكرايب ليصلكم كل جديد، وتابعونا على قناة الهضاب. شكرا.